هي مناسبة أيضا أنتهزها لأجدد التهنئة لكنا ولمجموع الناجحات والناجحين من السيدة السادة العدول أعضاء هذا الفوج المتميز الذي شهد لأول مرة ولوج المرأة خطة العدالة باعتبارها مهنة تزاول في إطار مساعد القضاء تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات. احنا اليوم جد سعداء وفرحين بزيارة وزير العدل للفوج 2018 خطة العدالة باعتبارنا أول فوج نسائي ولج لخطة العدالة بعد أن أعطى وسمح السدة العالية بالله جلالة الملك نصره الله للمرأة لولج خطة العدالة بعد أن أدينا اليمين القانونية بمحكمة الاستئناف. وحنا جد سعداء بهذا اليوم التاريخي اليوم اللي غيبقى خالد في ذاكرة فوج 2018 بزيارة وزير العدل والاحتفال بهذا الفوج بعد أداء اليمين القانونية. كنتمناو اننا نكون عند حسن ظن الشعب المغربي وعند حسن ظن جلاله الملك ونثبتوا الجداره ديالنا في هذه المهنه، وحنا كنا امال وكنا ثقه اننا غادي نستطعوا نزيدوا بهذه المهنه القدام. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.